شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الضربات امتدت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، مكثفا في الوقت ذاته من ضغوطه على رفح حيث ينفذ عمليات في وسط المدينة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 5 مجازر في القطاع، وصل منها 60 شهيدا و280 مصابا للمستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في يومه 238 على التوالي شهد مزيدا من الشهداء والجرحى، فيما تواصل القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا في مختلف أرجاء القطاع، وعقب انسحاب قوات الاحتلال من جباليا بشكل كلي بعد 3 أسابيع متواصلة من العملية العسكرية، مخلفة دمارا هائلا وعددا كبيرا من الشهداء. فيما أعلنت وزارة الصحة أنه لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. للأسف الشديد ما زالت المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في قطاع غزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. نتحدث عن مجازر في محافظة رفح، وهناك العديد من الشهداء، وهناك استغاثات تطلقها الطواقم الطبية، حيث خرج المستشفى الحكومي الوحيد عن العمل وهو مستشفى أبو يوسف النجار، إضافة إلى ذلك أيضا المستشفى الكويتي وهو يقدم أيضا الخدمة الصحية. ووسط ذلك تتواصل رحلة النزوح القسرية لآلاف النازحين الفلسطينيين في مخيمات بسيطة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الأساسية، حيث يعانون ظروفا قاسية جدا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض والأوبئة. طبعا الخيمة مصممة من نايلون، في النهار كتير كتير حر، في الليل برد، هذا يعني في الأيام هذه، بس كانت في أيام الشتاء كتير شديدة البرودة، دفئ ما تدفئة ما في تدفئة، إضاءة ما في إضاءة، بالنسبة للماء صعبة كتير كتير. ومع كل ما يواجهه سكان قطاع غزة تغيب الدبلوماسية الدولية عن جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، أو من أجل التوصل إلى هدن مؤقتة تحمي الأرواح التي أرهقتها الحرب الإسرائيلية. فأزمات غزة الإنسانية تتفاقم بصورة كارثية بسبب العدوان. مئات الآلاف من النازحين يحاولون البحث عن الماء والغذاء والدواء بصعوبة بالغة وسط انعدام مقومات الحياة الأساسية وانتشار الأوبئة والأمراض بين صفوف النازحين في القطاع. عبد الرحيم أبو كويك، تلفزيون دولة الكويت، من مخيمات اللاجئين والنازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فلسطين.